بسم الله الرحمن الرحيم. يا اختي تنحنحي ولا اعملي اي حاجه، كنت هقطع الخلف خطر. وانت مالك؟ ولا من امتى بيهمك ان انا زعلانه ولا مش زعلانه؟ يا اختي ما تفكرنيش بالحيزبون اللي جوه دي، كفايه. يا بت ما حصلش حاجه. في ايه؟ ما انا جوزي دخل عليكي بالغلط، عملت المناظر الوسخه اللي عملتوها لي دي. خلاص اتبطيتي، انزلي بقى من على وداني. عايز تتكلمي معايا في ايه؟ طب تعالي نخش اوضتي احسن، البيت ده مليان ودان. انا خال تحب تمشي انت كمان؟ وانا عاد ليا راي في حاجه؟ الله 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 الله، ايه الغمان اللي مغمقوا علينا ده؟ دي حفله. بقول لك ايه؟ لما تقوم تشوف لك حاجه كده تبسط روحك. النبي قول لي عملت ايه مع عمروتي مشوار الشغل بتاعنا؟ كله متظبط. النوح مش ناوي يعدي الليله من غير ما اكسب. سيبه يزيط يا خال ولا حاجه. خميس ما تيجي يا حبيبي نمشي من هنا؟ ايه مالك يا رمانة؟ ابدا ما فيش يا خال، انا اصلي اتخنقت شويه، حاسه كده ان انا يعني قلبي اتقبض من المكان بصراحه. ومن سمعك والله يا بنتي. ما تهدوا شويه يا اخوانا كده، ايه الغمقان ده؟ اصبروا كده اما يفتح البوفيه ونشوف ايه وناكل لقمه. طب افتح الساعه كام؟ شفت بقى انك مش عايز تمشي. ما تلف سجاره يا خال. ماشي خلاص، ما دام الدكتور قال لك تسيبك من موضوع الخلفه سيبك منه وركزي معاه شويه، يمكن يجي اليوم كده اللي يطلع لك صوت وتنطقي. يا اختي وهو الخلفه اللي هتمنعه من الجواز يا خايبه؟ موليه الحربايه اللي بره؟ مخافيش، دي حربايه عايزه تكوش على الدنيا واللي فيها. عايزه تجوز ابنها وتبسط ابنها وتخلف لابنها واحنا نقعد نتشل هنا. ان شاء الله هتتصالح على عزرائيل وياخدها مننا ونخلص. يا بنت هو انت عفشه قوي في موضوع الخلفه ده؟ لا، كلام الدكاتره يا خايبه بيجيب ورا، كلهم بيجيبوا ورا. بس انا عندي فكره غير موضوع الدكاتره. انت هتقولي لهم انك عايزه تروحي بكره الصبح للدكتور وقال ايه عايزه تاخديني معاكي. طبعا هم هيستغربوا، عارفين انك بتكرهيني وما بتطقنيش وتتمني لي. لا لا، انا اقول انت ما تعملي ليش كده. وبعدين لما انا هسمع منهم هقوم قافشه في الكلمه وقال ايه بحبك وعايزه اروح معاكي للدكتور واطمن عليكي. هيقوموا برضو يستغربوا، عارفين ان انا ما بطقكيش والحاجات الحلوه اللي احنا مخبيينها لبعض دي. الا الا ما تقوليليش انت مالك رايحه فين؟ هوديكي في حته هيخلوكي فيها حبله بين يوم وليله. بس بقول لك ايه، تعملي حسابك كده في كام ألف جنيه عشان في شوية حبايب لازم يترش عليهم. انتي مالك؟ بكرة هتعرفي، ويا خبر النهاردة بفلوس. بكرة الصبح هيبقى ببلاش. خدي خدي، طهري جوفك. جدع يا وزة. يعني ايه؟ يعني ايه تسافر من غير ما تقولي؟ انا عامله حسابي ان انت تكون معايا الليله. تصدق يا لؤي؟ انت عليك حركات مستفزه. يا ابني ما تخافش، ابويا طمني وقال لي ان هو حل كل حاجه. اقفل.
سلام. براء النوح. ده شيء يسعدني يا معلم. انت راجل اللي يناسبك يتشرف بيك، وابنك زينة الشباب. يعني يقرا الفاتحة يا باشا. للأسف انت جيت متأخر شوية يا معلم. فريدة مخطوبة. مخطوبة؟ مخطوبة لمين يا باشا؟ سامي يا حاجة. ايه ده كله يا خميس؟ تمن البضاعة الطاق 3. بس البضاعة لسه ما اتصرفتش، وانت يا دوبك لسه مستلمها. انا اتفقت على تمن البضاعة وبعتها قبل ما استلمها، وخدت تمنها بالكامل، مش نص بقى ولا ربع. لا، وهو ده النظام الجديد، مكسب قبل خسارة. يعني ايه؟ مانيش فاهمة. يعني اللي عايز يشيل معانا المخاطرة ويخش بقلب جامد، واحنا ونصيبنا، انما هيدفع سعر اقل من اي حد. انما اللي عايز يصبر بقى حد ما البضاعه تخش السوق وتتصبر وتبقى في الامان براحته برضه، انما هيدفع دوبل دول. وانا لقيت اللي يشيل معانا، وادينا كسبنا وفلوسنا في حضننا. عشان كده لعبتها هزار مع النوح، عايز تغلوش على البضاعه المتباعه، لكن علمت عليه. صحيح ابن ضاويه يا واد. كده بقى احنا هنقول للشعبي باي باي. باي باي. ونخش السوق ونرجع امجاد مزاج الخير. اوعى. يا واد. بسم الله يا رمان. بالهنا والشيف شلبي. امرني حاجه ساعه للنجمه بسرعه. اعتبره حصل يا برنس. يلا يا بنات، يلا بروفا مع بوسي على الاستيج، علشان انتوا كلكم في الرقصه بتحدفوا شمال. اظن كده احنا خالصين. انت كنت ضيف عندي في بيتي، وانا دلوقتي ضيف عندك في محلي. بس انا اكرم منك، ومش هقفل في وشك الباب. الباب اتقفل وصورتي اتشالت يا مالت. انا ماليش في الغصب، وانت اللي اخترت. القصد انا جاي اسالك سؤال واحد قبل ما تسألي وتقولي أي حاجة. اشبكي إيدي في إيدك كده، وشبكة العشرة الكرام دول، ومليك عليا حلفان. أنا زعلان منك. مش هنعيد ونزيد، أنا ما بقيتش أكل من الكلام ده. اسمع بس اللي أنا جاي أقولهولك. أمورين. الباشا قال لي خميس إيه؟ حاجة الساعة اللي متكتكة حصلت لنا البركة. بالريقك يا نجم. ينفع كده؟ احنا حاسين ان احنا في دار مسنين. كلكم بتحدفوا شمال، الناس اللي قاعده على اليمين تعمل ايه؟ يروحوا؟ يا ماما الايقاع تناغم وتناسق مع بعض. بنقول ما بين نارين، لو نار واحده نخليها ناحيه الشمال، نارين يبقى شمال ويمين. من هنا من هنا كل الحاجات دي تتشد وتترفع. محل اكل عيش شلبي. امرني. اظبط لي الزوايا، باب بين نارين يتذاكر كويس. حاضر حاضر من عيني. يا نعم يا حاج. شرابيه بتقول انك عايزاني. قالوا لي انك هتاخدي كرامه للدكتور. غلبانه، حاسبها يعني تروح للدكتور لوحدها؟ ومن امتى ينبوع الحنان ده يا شو؟ يا خرشي يا حاجه، اقرب مش عاجب.
ابعد تقولي عليا بالرويه. يا رب اعمل ايه يا رب بس عشان اخليها ترضى عني؟ ماشي يا شوق، روحوا بس ما تعوقوش. من عيني شوق. نعم. خدي بالك من البيت. خلاص مش قادره، دماغها تنفجر من كتر القرايه. الالم بيزيد في كتفي وفي ظهري ومفيش مسكن نافع. مالك يا بنتي تعبانه؟ هروح عند اهلي بالدكتور وهخلي الممرضه تجيب لك مسكن. مسكن ايه ده؟ انا هديك اللي يخليكي حديد. يا ريت، لحسن انا هموت وانام والوجع ما بينيمنيش طول الليل. طب استني بس من اقفل الباب كويس. ليه؟ احتياطات امنيه. وانتي ناويه تديني ايه؟ مسكن والله. منها انا مش مرتاحه له. يا بنتي مسكن والله، بس عشان هو رخيص وجامد منعينه عننا. خد انت كفايه عليكي نص حبايه. بسرعه شويه قبل ما حد يشوفنا. اسمه ايه ده؟ رمضان؟ اه. ماليش، مرضيش يريحني. غريبة اللي انا شفت في ايديها، يعني لا دبلة ولا احزنون. وبعدين ازاي خطيبها يا حاج يسيبها في سهرة زي دي؟ خلصت الشاي يا معلم؟ اه تسلم ايديك. شيليه بالهنا والشفا. انا بقول يعني ازاي خطيبها يسيبها في سهره زي دي تترقص مع كل واحد شويه؟ يا عم اقعد بقى يا عم. بظبط لك الحجر يا حاج. هو شغلك انت؟ اقعد. وادي الحجر. بيت يا سوريا. نعم. ما تيجي يا بنت تظبط الحجر يا بنت. من عيني. بس البنت يا حاج لوز اللوز. ايوه. تفاحه مقشره. هتقول لي أنا قصدي على فريدة، فريدة بنت العمروتي. ما أنا عارف يا عم إنها فريدة، فريدة بنت العمروتي عارف. البنت دماغها عالية يا حاج. أيوة. تغريبة قراري. هي عالية أوي أوي أوي. بس يعني لما أنت واد جامد أوي وقاري دماغها مش قادر تميلها بكلمتين وتجيبها على أسنانها. مش سهل، صعب أوي. البنت دي بسبع أرواح. ضربت مني السيجارة وقامت هاتك يا رأس لغاية ما هدت حيل أمي. أنا حاسس إن الراجل ده بيلاعبني، بيرقصني عشان ياخدني مقص على سهمه. حلاوتك يا معلمة في جو مين الشربيني ده اللي هيفصلني من السيجارتين اللي مصطبح بيهم؟ مش بقول لك إنك هتفضل طول عمرك حمار؟ حمار حمار، سيبني أقوم بقى عشان عندي مصلحة. خليك مرزوع لغاية ما تشوف لنا صرفة. صرفة في إيه يا حاج؟ أنت مش قلت إنها خارج بيت؟ آه. أنا خايف يكون بيفكر في اللي في بالي. بالك؟ هو إيه اللي في بالك يا معلمة؟ ما تيجي يا بنت يا سوري اظبط الحجر يا بنت. ما هو عندك يا معلم. الله. آه الحجر عندي صح. آه. سلامة الشوفة يا معلمة. سمعتي ايه؟ انت على طول كده ملبشه جدتي يا ست مطر، ما لحقتش اسمع حاجه. يوم ولا حاجه ولا طردتش كلام ولا اي كلمه؟ لا بس شكلي كده المعلم نوح منمر على حاجه، بس لسه تايهه منه. بصي براءة في دنيا تانية طبعا بعد الاستباحه كان محتيط. حاجه ايدي اللي منمر عليها؟ يكونش ناوي يجوزه بصحيح؟ مش عارفه بس وانا ماشيه سمعت كلمه مخطوبه، خفت اقف لحد ما لم يشخط فيا. مخطوبه؟ هي مين دي اللي مخطوبة؟ والنبي ما اعرف، هو ده اللي سمعته. امال انت تعرفي ايه؟ قولي 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 يا تكنيله، وانت مالكيش لازمة. كل ده مالكيش لازمة. طيب سيبة تشيلك. وناش عرفني وانا مغسل وده من جنة؟ امال ليه قلت لي ان الجوازة ألف بعد الشر مش حتم؟ احساسي ماي فيلينج. هتحاسبيني على الفيلينج يا رمانة؟ يا اخويا ما تعيش عيشة اهلك وتتكلم عدل، انا مش فاهمة حاجة. بقول لك ايه؟ خميس لو عرف ايته حاجة هقول له ان انت اللي غصبتني. مين قال غصب؟ انا قلت غصب؟ هو قال غصب؟ انت قلت غصب.
يا ماما شغلانتنا دي ما فيهاش غصب، هز الوزن لازم يكون بالكيف، وهي دي عيشة أهلي. مالكش فيه، سيبني في حالي بقى أبوس إيدك. نفسي أعرف أنت عاملة حساب لأفندينا أوي كده ليه؟ هو يعني ما يعرفش بلاوي الكار وعيلة بالليل، ولا يكونش خدك من على سجادة صلاة وأنا ما أعرفش؟ اشربي اشربي يا نجمة. يعني أنتوا مش ناويين تجيبوها البر؟ ما احنا كنا على البر، وانت اللي مديت رجلك في قلب الغريق، وانا عملت ايه؟ جيت عايم لحد عندك ومعايا القشايه، لكن انت اتكبرتي ونفسيتك عليت ورفضت القشايه. ما تورق يا اخويا وتعمل لك قفله، جرى ايه؟ هو الكار ما فيهوش غيري ولا ايه؟ ما انت كبرت صوره صاحبتك وحطيتها على الواجهه، وكل شله يشبه له، طلعنا انا بقى من نفوخك. بكيفي، مش بكيفك يا برنسيسة. هابي درينك. هابي فالنتاين. دمشي يا بنت، بلاش تبقي عامله زي الحرامي لهبل، عيب كده احنا في الشارع، الناس عماله تبص علينا. انت مالك رايحين فين؟ هو انت مش ماشيه معايا؟ امشي ورايا وخلاص. يو يا بنت، خايفه من ايه؟ هو انا خطفاكي؟ هو انت مش عايزه تجيبي عيال علشان تربطي الولايه اللي قاعده لك في البيت دي؟ خلاص انا مودياكي الوحده، خلصت الاول، هتخليكي تجيبي عيال للصبح، بس لازم تقولي ان شاء الله. ان شاء الله. يلا بينا. نوفل نوفل. ايوه يا استاذ، الجورنان والسندوتشات. قول لي، شايف البيت ده؟ اه. ماله؟ تعرف حد ساكن فيه؟ هنسيب شغلنا بقى ونتجسس على الخل. ما تبطل رغي ورد على قد سؤال. اه اعرف اللي فيه شقه. طب هات شقه فول وقول لي على اللي فيه شقه. اول ما شفتها طالعه هي ومرات خاله العايقه دي عند الست بتاعت الدجل والشعوذه وبسم الله الرحمن الرحيم، جيت جري عشان ابلغك. انت متاكد زياد انها مرات افندينا؟ يعني قطرتهم من تحت البيت لحد ما طلعوا عند الولايه دي؟ ايوه يا ست مطره، مراته ومرات خاله. ايوه، هما الاثنين شكلهم كده ولا مؤاخذه بعافيه حبتين وطالعين يفكوا عن نفسهم. اسمع ياض، تعرف تجيب لي قرار الوليه دي؟ طبعا نجيب قرارها، هي كيميا يعني. انت قلت لي اسمها ايه؟ حنتوم. عن ايه؟ حنتوم. اه طب وانتوا رنتا؟ ماشي. حنتوم يا حلوت قوي. ومن ساعتها يا بنت يابيسه مش قادره اتلم على نفسي، وما دقتش طعم النوم، مش عارفه اعمل ايه واسوي ايه. انت المره اللي فاتت برضو يا ابله كنتي مرعوبه كده، لا افندينا يعرف، والحمد لله ما حصلش. المره اللي فاتت كوم، والمره دي كوم تاني خالص. الاثنين يعرفوا بعض كويس، يعني خميس هيعرف هيعرف، وبدل ما بيحضر لي فرحي هيحضر لي كفن. والنبي يا ابله، انا حاسه ان انت بتهولي الامور، والعمروتي ده ايه مصلحته في كل ده؟ ده راجل صاحب مزاج، لا ليه في الوش ولا في اللبش، ولو كان عايز يخربها عليكي كان خربها يوم الحفله. المالت مفيش اوسخ منه، وعشان يشغلني لحسابه ممكن يعمل اي حاجه. وانت ليه يا اختي ما قلتيش لافنجينا بدل ما تروحي للمالت يبيع ويشتري فيكي ابن الدايخه ده؟ استحاله يا بت، خميس ده لو عرف انا ممكن اموت نفسي، اصل انت مش عارفه اللي بيني وبينه. افنجينا ده دنيتي اللي انا متشعلقه بيها وقافشه في ديلها العمر كله. انت بتتكلم عن مين بالظبط؟ خميس ابو سنه اللي عرفتك عليه. اه افتكرته، بس ما ركزتش معاه. ماله بقى؟ ايه رايك فيه؟ وانا اعرفه منين عشان اقول لك رايي فيه؟ انا بقالي ساعه بكلمك عنه. بس ده كان في واحده في الحفله لازقه فيه، يعني ما كانش مركز مع حد غيرها. الله، ما انت مركزه، هو عارفه كل حاجه. انت عايز ايه بالظبط يا عمروتي؟ في دماغي مشروع، بروجكت، مصلحه. مشروع جواز تاني؟ يا حبيبتي أي جواز بيبقى مشروع، مش عايزك تفكري في الجواز بطريقة رومانسية وتقليدية. أثبت لك إن الجواز مشروع. لو مفيش جواز، بتوع فساتين الفرح والبدل والبابيونات هيبيعوا لمين؟ بتوع العفش هيبيعوا لمين؟ بتوع الشقق والكومباوندز هيبيعوا لمين؟ بس بس بس. لا مش بس، لأن بعد كده بيخلفوا، فبتوع البزازات بيبيعوا لهم، وبتوع لبن الأطفال بيبيعوا لهم، وبتوع لعب الأطفال بيبيعوا لهم. ده المشروع الوحيد اللي حلال، لا غبار عليه. طول عمرك عندك رد يا عمروتي.
شكل الحكايه لعبت في دماغك يا ست المطر. من غير لا توعج نجاوبي على السؤال. يا اختي براحة عليا شويه، انا باخد ودي معاكي في الكلام. يا اختي لا تاخدي ولا تدي. قوليلي الولايه اللي بتحكي عنها دي تعرفيها منين؟ انا الصراحه يعني ما اعرفهاش، بس في واحده حكيت لي عليها قبل ما اجي اشتغل عندكم. يا بنت انطقي، يا بنت اسمها ايه؟ والنبي ما اعرف اسمها ايه، بس انا يعني ممكن اتقص لك واجي اقول لك. ماشي اتقصي، اعرفي اسمها ايه وساكنه فين. مش بقولك الحكايه عجبتك ولعبت في نافوخك؟ خرب بيت دور خالتي اللتاتة اللي انت عايشه فيه ده. يلا بنت امشي روحي شوفي شغل. ياه، وانا بعمل كل ده ليه؟ مش عشان خاطر مصلحتك؟ انا عايزه اريحك. اه يا سفله يا واطيه، مش بنت غوري. ام سفله قوي، وفي احلى منها. شكلها قربت قوي وهيحصل. انت جيتي؟ كنت لسه هكلمك. واقفه بقيت مستنيه من بدري. طب يلا. جاهز؟ اه، اركني عربيتك دي في اي حته وتعالي اركبي معايا. لا استنى، العيال قاعدين على النار ما تبعدش بيا، وبعدين انا خلاص دماغي فصلت. ما تخافيش، يكون في معلومك. انا بقالي سنين ما عملتش الحكايه دي. ايه دي؟ ان يعني قديل لحد. بس يلا، كل يهون عشان خاطر عيونك انت قمر. فاكس قوي يا معلم براءة الجو ده. معلم ايه؟ بياقة. بياقة؟ عسل قوي بياقة دي. طب حس كده بقى، يا يا كبي. يلا ياي. خش يا حبيبتي، اوعي تقعي مني هنا كمان. احنا كنا فين؟ احنا كنا عند الدكتور، اوعي تنسي. خير؟ مالها ست كرامة كفر لها الشر؟ مالها يا وليه؟ ما هي كويسة اهي، وقعت مني في الشارع واحنا رايحين للدكتور، اداها حقنه وقال انها لازم ترتاح شويه. كل ده عند الدكتور؟ ايه، ما هي لما وقعت عند الدكتور اضطر يحط لها جلوكوز. جلو ايه؟ جلوكوز. طب والختمه الشريفه ان هو ده اللي حصل بالظبط؟ وقال لكم ايه الدكتور بقى من الصبح لغايه بالليل؟ قال ان هي لازم ترتاح شويه وتاخد الدواء، وقرط على انها ترتاح. طب يا اختي خديها الأوضة عشان ترتاح. حاضر، ايدك معايا يلا يا شربية. يا عيني على اللي نابك، يا عيني على اللي نابك. هاتي ايدك يا حبيبتي. يا لهوي، ده جدتها متلجة. وطي صوتك، انت عايزاها تفتح لنا المحكمة هنا؟ وطي صوتها، هي معقولة تكون واحد من نفسها كده؟ انت مال أهلك؟ يعني ايه مال أهلي؟ هي متلزقة يعني؟ خشي خش، دخلت اهو. مصر يعني تعزمني على واحد كوكتيل شعبي من بتوعك برضه؟ مش مريحني انت النهارده يا باشا. الله، ليه؟ مش دي الخلطه بتاعتك؟ واحد كوكتيل شعبي على حجرين وبعدين تيجي ام سامية تروق الاناني. هي الخلطه اللي انا عملتها، هي اللي انا علمتها لك دي. اضرب يا باشا اضرب، وعيني. على فكره انا في كل ده لقيت حاجه تخصك. ايه يا باشا اللي يخصني؟ في أوضة شبه الأوض اللي عند أم سامية، وسرير يشبه السرير اللي هناك، وليلة تشبه الليلة دي، رمانة خانتك يا خميس. كلام يا باشا اللي أنت بتقوله ده؟ خانتك معايا. معاك يعني إيه؟ بس أنا ما كنتش أعرفك، هي اللي كانت تعرفك.
بس بعد ما عرفتك ما يصحش ما اقولكش، وخصوصا لما جالي خبر ان انت عايز تتجوزها. تتجوزها ليه لما هي من ابو بلاش؟ مالك يا أبلة؟ في نفسي هفتني على الرمان، قلت أفرط لحبيتين بلاش. البنت دي خدتك وروحتوا على فين؟ ما تكدبيش علي وما تقوليليش عند الدكتور. انطقي، روحتوا فين؟ زار عند حنتومة. يا سلام، ومن امتى هي عايزة مصلحتك؟ ومن امتى بتحبك الحب ده كله؟ وانتي ما قلتليش ليه قبل ما تروحي مكان زي ده؟ هي فهمتك كده؟ فهمتك انه هيتجوز عليكي عشان كده خدتك في مكان زي ده؟ انا قلتلك كده علشان مصلحتك مش عشان تروحي مكان زي ده. قلتلك كده علشان تخلفي حته عيل يشيل اسمه، واذا كان الزار بيجيب فايده كنت جبتلك الزار لغايه هنا، مش عشان تخرجي بره وتلطينا واحنا لسه بنقول يا هادي في اكل عيشنا. خمد دلوقتي، ولما يجي جوز التانية أنا ليا كلام معاه. افتحي الباب. اللي انت بتهببه ده دخلك في مشاكل كتير. وليه بقى الجو الغميق ده؟ ده انا حتى قلت اجي افتح معاكي سكه جديده. ما تاخذنيش يا مزه، اصلا انا عارف ان انا سابق عندك، عشان كده لو كنت اخترت اي سكه ما كنتش هتفتحي لي باب. انا المره اللي فاتت ما قلتش لخميس، ولا هتقولي المره دي كمان. انت عايز مني يا براء؟ قولنا جايين نفتح صفحة جديدة. اقعد يا بت، اقعدي. ما تاخذنيش يا رمانة معلش، اصل انا لما بشرب الهباب ده ما بشوفش قدامي، بتعمي، بضبش زي ما بيقولوا. بص يا براء، انا سكتك ماليش فيها، سيبني في حالي. اشمعنى قفشة في دي الخميس؟ خميس؟ ايوه خميس، افندينا. حلوة السكة بتاعته؟ عجباك يا هاوي؟ يكون في علمك، افندينا خلاص راح، زمن ولا اللي جاي بتاع براءة، براءة النوح، قبض الروح. بس أنا جايلك النهارده عشان أفتح معاكي سكة جديدة،
هحط ايدي في ايدك يا رمانة وهفتح لك طاقة القدر اللي لو طلتي منها هتشمي هوا الدنيا كله. اما بقى لو سدتيها في وشي هتعيشي عمرك كله في اوضه ضلمه معفنه لغايه ما تفتصي وريحتك تطلع. انجز يا مرة، هات من الاخر انت عايز ايه؟ اهو كده الكلام يا حلاوه. شوف يا بنت الناس، في مصلحه بينا هنقسمها مع بعضينا. انت هتجيب لي اخبار خميس اول باول، وانا هديك 10 أضعاف اللي بتاخدي من شغلك من غير ما ايد تلمسك ولا عين تعريكي. شفتي بقى براءه؟ براءه ازاي؟ انت بتحلم يا براءه، مش هيحصل. قشطه، نكملها احلام لغايه ما تقلب عليك الكوابيس. حلو، انت عايز ايه بس؟ انا معرفش ايتها حاجه. عارفه كتير وهتعرف الأكتر. طب ما انت دلوقتي كبير السوق، عايز ايه تاني؟ انا هستناكي تيجي تبخلي البقين اللي انا عايزهم منك، وعلى قد اللي هتقوليه هتاخدي اللي تستاهليه. على فكره براء بيعرض العرض مره واحده بس، مره واحده، والعرض التاني بنقفل، بنشطب الاوكازيون وبيظهر وش تاني البراءه. انا بقى مش عايزك تشوفيه. سلام يا مزه. لا جرجروني غاز. الله يخرب بيتك، يخرب بيتك يا بيزة. ايه ده يا ابلة؟ يكونوا رجعوا تاني؟ اوعي تفتح. براء ابن النوح كان بيعمل ايه هنا؟ جرى ايه يا خميس؟ انت بتشك فيا على اخر الزمن؟ وانت بتعملي معايا انا كده؟ اسمعني بس يا خميس. سامي طرف المقفولة دي بتاعت مين؟ بتاعت مين دي؟ اهدى يا خميس وانا هفهمك على كل حاجة. تخيل تتخبي فيها على حسابك على كل حاجة. انت فاكراني ايه يا بنت؟ انا خميس افندينا، مش انا اللي اتضحك عليا. رجالة بشنبات اتدفنوا في مكانهم قبل ما يفكروا يعملوها. يا خميس ارحمني، انت بتعمل فيا كده ليه؟ اكيد حد من الاوساخ لعب في دماغك وفهمك حاجه. انا والله والمصحف ما عملت حاجه. والعمروتي واللي بينكوا ده كان ايه؟ العمروتي الزباله ولاد الكلب بيوقعوا بينا. الزباله ولاد الكلب. دي بنت فاكراني عيل برياله؟ مش انا اللي على اخر الزمن حريمي يطلطوا اللقطه دي، ولا واحده زيك انت تضحك عليا. انت لو كنت اتجوزتني ولبتني في بيت ما كانش ده بقى حالي، انما انت سبتني غرقانه في وحل البرك ما فكرتش تشيلي منه. جاي دلوقتي تلوم عليا انا؟ ما تلومش عليا،